السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شركة تيبوك جات باش تعمل استثمار في الجزائر، باش تستثمر في الجزائر فيك. وشكون اللي حاكمين شركة؟ امراء، ناس اللي واصلين. هاد البغلون ساب اللي يتكلم مع العرب، ما يفهموش الرومية، قالهم صلح لي رابيدمون. قلت انا نتكلم بطريقة تاع انفوي مش تاع مينيس. ملي كان يشكر فيهم مرحبا بكم وكذا ومنا، ولا تم تقلب السيد وقال عندي ملاحظة أولى. شوفوا يعني سان ترانزيسيون، كانت فيها في الخريطة، كانت خريطة المغرب، خريطة كاملة فيها الصحراء الغربية جزء من المغرب. أول ملاحظة صحوا لي الخريطة، خريطة لازم تتصلح بسرعة. راكم في الجزائر وموقف الجزائر انتم تعرفوه مقابل ما بين المغرب والصحراء، تبع الصحراء الغربية رابيدمون. نعم، ثم ولاد الحرام راح يجيب لي السعوديين يستثمروا، ومن بعد تحب تجي تسبوا. قال صلح لي ايميدياتمون، جو فو بلو فوار سو جونر دو غاف. ديجا تكلم مع بالروميه السعوديه، شوف راك احد ذي الاستعمار، راك انت وابع الاستعمار. الو علاش من بعد كي يرفضوا السعوديين واش يجي؟ يدير ان سيناريو، يدير الميزون سان، ويجي يلقي كلمة، يدير روحو بلي ما قبلش هذا الاستثمار. اور العكس، السعوديين اللي يرفضوا. درك نشوفوا الرسالة وشوفوا الطريقة اللي يتكلم بها. لحظة، اطرح سؤال. راكم هنا في الجزائر استثمرتوا في مصنع وانتم مشكورين، ولكن قدرات الله يبارك طابوك وما أدراك من طابوك، استثمار تاع 16 مليون وحدة بيع، هذه أخر مستثمر في الجزائر يديرها. مرحبا بكم، لكن ماذا بيا تعاودوا تراجعوا القدرة نتاعكم في الاستثمار، هذا غير مقبول. انا نحفظ هذا. ماذا بيا من هنا اخر سنه تجونا بمشروع، يعني من هنا اخر السداسي له تجونا بمشروع محترم اللي يكون في صورة طابوك. يعني الحمد لله الارضيه عندكم والسلطات المحليه راهم موجودين باش يعاونوكم. احنا ماذا بينا يكون الاستثمار مفتوح للبلدان العربيه الاخوان. انتم تجوا تخليوا الاجانب الاوروبيين يحتلوا السوق ومن بعد تلوموا الجزائر راهي ماهيش فاتحه. والله العظيم يعني هذا ما يحشمش. احنا ماذا بينا الاستثمار يكون للدول البلدان العربيه الاخوان. الاوروبيين ما يجوكش باسكو ما فيكش ثقه. ما فيكمش ثقه، ما يجوكمش الاوروبيين. ما يجوش. راهم يستثمروا في البلدان اللي فيها ثقة، ما يستثمرش عندك. يلا تفضلوا ديروا كيما دار الدواء، كيما حكمة، كيما يعني إذا نقارن حكمة لطابوك، أنتم راك على بالكم وين تبان حكمة حدا طابوك. حكمة شوفوا الاستثمار تاعها، شوفوا كيفاش استولات على السوق الجزائرية في بعض الأصناف. انتم مازال تصنعوا لنا في الشامبوان، خلينا في الشامبوان، الجزائر مش محتاجه الشامبوان. شفت خط متخصص الشامبوان، نحيو الشامبوان يا جماعه. مهما كانت نوعيه الشامبوان، قال طبي قال ماناش محتاجين بالادويه مضاده للسرطان، لمرض السكر. مصنع كيما هذا يعني نتاسف على الكلام اللي نقوله لكم. ولكن
لازم شويه تعاودوا تراجعوا في الافكار تاعكم وتراجعوا في التفكير نتاعكم في الاستثمار في الجزائر. ماهوش هذا الاستثمار اللي نحتاجوه في الجزائر. نخليكم تستوردوا وتبيعوا خير من الاستثمار. اسكو السعوديين قبلوا يغيروا الخريطه يصلحوها له كما قال صلحوها لي؟ اسكو قبلوا يصحوها له؟ يعني موش با دو سوبا. هذا جايب امواله جاي يستثمر عندك لانك انت رخيص ما عندكش كلي دراهم، سرقت دراهم الشعب خرجتهم وجايب دراهم السعوديين تستثمر فيهم. كي يجي يستثمر عندك تسمى راح يخلق لك مناصب شغل، راح ينتج عندك شيء اللي ما عادش تروح تستورده، راهو يقدم لك فيه خدمه. دونك تغلق فمك انك انت ما عارفش تستغل دراهمك. الحكايه كامله على الخريطه ماشي على شيء اخر. الحكايه كامل والسعوديين هما اللي رفضوا واللي قالها هاولي كاشف على وجهه. مجاهد القحطاني نعم قال شركة تبوك هي التي انسحبت بسبب عدم قبولكم لخريطة المغرب موحدة من طنجة للكويرة. الشركة سوف تتجه لبلدان لبلد الثاني الجميل المغرب. بابا خويا واش هذا الضرب هذا اللي راهم ياخذوا؟ قال نروحوا لبلدنا الثاني الجميل المغرب. انكم رفضتوا الخريطة، احنا انسحبنا انتم رفضتوا الخريطة. راجل ماهوش خروطو هاهو مجاهد القحطاني يرد عليهم. ولانه الاخر سي خونا جا مش عارفين شو كانوا حاضرين ما كانوش حاضرين، شوفوا فيه هو وحده يهدر. جات حكاية الخريطة فزت كلش. الور على جال بوليزاريو ضيع استثمار كما هذا مالي. نشوفوا درك بوليزاريو اسكو قادر يستثمر في الجزائر ولا لا؟ واش قادر يجيب لك؟ واش قادر يديلك؟ أثار وزير الصناعة الصيدلانية علي عون إعجاب الجزائريين أين تفاعلوا مع الخرجة السيادية التي تنم عن قوة القرار السيادي للجزائر وقرارات مسؤوليها الشجاعة والقوية، حيث فاجأ مسيري شركة تبوك السعودية بقرار قوي ومشرف جدا مواجها لهم انتقادات كبيرة وعلى المباشر وتوبيخا قويا لم يحصل في التاريخ، حيث طالب وزير الصناعة الصيدلانية علي عون مسؤولي شركة تبوك السعودية للأدوية الراغبة في الاستثمار بالجزائر بتصحيح الخريطة بسبب الصحراء الغربية. جاء ذلك بعد وضع مسؤولي الشركة خريطة تظهر انتماء الصحراء الغربية للمغرب في تعد واضح وصارخ للقرارات السيادية للجزائر. هي أول شحنة تصدير منتوج لأرجل الدجاج الطازج نحو دول الفيتنام، أعطى لها وزير التجارة إشارة الانطلاق من ولاية لمدية. المصنع الموجود في تصدير 100% أرجل الدجاج إلى الصين والفيتنام وغير ذلك، وشفنا النوعية وكن سعدنا أننا أطلقنا أول شحنة فيما يتعلق أرجل كما نقول منزوعة العظام، وهذه أول شحنة لتوجه من الجزائر إلى دولة الصين، وهذا شيء يشرفنا وشي يفرحنا في نفس الوقت، لأن شفنا صاحب المصنع عنده طموح في تطوير وتوسيع هذه المهنة، وطموحاته أنه يصل إلى رقم أعمال تصدير يفوق 6 ملايين دولار، وهذا شيء رائع وشيء جيد، لأن شفنا الجودة والنوعية لهذه المنتوجات، وهذا ما يخلينا إن شاء الله يكون عندنا أمل كبير، لأن نحن نريد أن تكون ولاية مدية ولاية قطب صناعي بامتياز. موقعها الاستراتيجي موجود الآن هي عليها بوابة للذهاب إلى عن طريق طريق سريق إلى إفريقيا. أتمنى إن شاء الله ما تكونش منطقة عبور فقط، تكون منطقة إنتاج منطقة تصدير. الوزير وقف على كيفية جمع وتنقية وتحويل هذه الأرجل إلى منتوج يرقى إلى معايير التصدير من جهة، وكذا تحويل ما قد يعتبر عندنا فضلات ترمى في القمامة إلى مصدر للتصدير من جهة أخرى. يعني يعطيه صحة يصدر أشياء احنا نرميها كالعين تاع الدجاج، احنا بالنسبة لنا فضلات، لكن هو يجيبها من الولايات ويخدمها
ومخدم تقريبا 400 عائلة يعني ما شاء الله، ويدخل أموال طائلة، ربي يزيد له إن شاء الله، وربي يزيد له أضعاف وأضعاف وأضعاف. فتشوفوا الأفكار، فيه زملائكم يصدروا الإسكارغو هذا المنتوج المصدر، لكنه يبقى مشروع وظف أكثر من 260 عاملا وجلب للبلاد العملة صعبة في وقت شحت